في كنت شغال مع واحد وطلب مني ان انا اشطب له شقته، يعني اجيب له صنايعية يشتغل في الشقه وكده، بما ان انا يعني ايه ليا في المجال دوت. تمام يا شيخنا؟ تمام. فطبعا هو انا شغال معاه، فكنت بجيب له الصنايعية دي، وطبعا بقف وبعطل نفسي معاهم وكده، وبقف معاهم، فكنت بحط نسبه مثلا على الصنايعي بزودها مقابل وقفتي. فطبعا وانا كمان ما ينفعش اقول له، لان انا شغال معاه في الموضوع كان فيه حرب، وفي نفس الوقت هو كان لمحني مره ان انا ايه يا اللي هو حبيب عارف يعني في تلميح يا منه. حبيبي يا حبيبي، الله يحفظك حتى تجعل لقمتك هنيئة طيبة. وضح، لأن النبي قال: الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، والبر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب. فأنت تجبن حتى تدخل نفسك في النار. لا، قل له: أنا أتعب وأقف معهم، سآخذ أجرة تعبي كذا كذا. اللقمة تطيب وانت تدخلها في بطنك تطيب، لا تدخل بطنك شيء مشكوك فيه. اما تستحي وتخرب دين وتخرب بطنك ودينك، لا، خليك واضح. قل له: انا اتيتك بالعمال اجرتهم كذا كذا، وانا ساشرف عليهم واخذ مبلغ كذا كذا. تطيب اللقمة ولا توصف بعد ذلك انك حرامي وغشاش.